احتمال حصول فوضى عقب الانتخابات الأمريكية المقبلة صار ممكنا على ضوء الخلاف القائم حيال آليات الاقتراع، واعتراف الرئيس ترامب نفسه بأنه غير متأكد من أن التصويت سيكون نزيها. علينا أن نتأكد من أن الانتخابات ستكون نزيهة، ولا أعتقد أنها ستكون كذلك على ضوء بطاقات الاقتراع غير المرغوب فيها التي يتم إرسالها إلى الناخبين. هذا الكلام يفاقم حسب مراقبين الجدل الحاد في الولايات المتحدة حول احتمال تحول الانتخابات إلى نزاع قانوني، وبالتالي إمكانية حدوث اضطرابات مدنية. الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون متقاربة النتائج ومتنازعا عليها. لم يسبق لنا أن شهدنا مثل هذه الأجواء السياسية المتوترة، وطبعا من المرجح أن تحدث تظاهرات شعبية كبيرة. إذن المراقبون لا يستبعدون إمكانية نزول الناس إلى الشوارع إن كانت النتائج غير مرضية لفئة ما، وأن يكون المشهد شبيها بالتظاهرات التي شهدتها مدن أمريكية عدة أخيرا على خلفية مشكلات عرقية. أنا قلق جدا. أحد الأمور التي رأيناها خلال الجائحة هو أن المجموعات الشعبية صارت أكثر تنظيما، وبالتالي قد تنزل إلى الشارع وتطالب بالتغيير، وهناك جزء منها مخترق من مجموعات يسارية ويمينية متشددة. بموجب القانون تتولى المحاكم والكونغرس حل أي نزاع مرتبط بالانتخابات، فيما تقع على عاتق الشرطة والأجهزة الأمنية الفيدرالية مسؤولية التعامل مع الاضطرابات. والقانون الأمريكي كفيل بمعالجة الاضطرابات الشعبية، فيما يرعى الدستور حل أي خلاف في شأن نتائج الانتخابات. ورغم كل ذلك يبقى المشهد السياسي الأمريكي مفتوحا على احتمالات عدة. جو تابت، سكاي نيوز عربية، واشنطن.